حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الميدانية هنا من قرية أودلا إلى الجنوب من مدينة نابلس، وهذا اللقاء مع والد الشهيد سعيد عود الذي استشهد يوم أمس برصاص الاحتلال، وقام الاحتلال باحتجاز جثمانه أو احتجازه أثناء إصابته لمدة ربع ساعة تقريبا، منع الإسعاف من الوصول إليه لإنقاذه. على كل، قبل قليل فقط انتهت مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد هنا في مقبرة قرية أودلا. في هذه اللحظة نتحدث مع والد الشهيد السيد يوسف عودي. يعني بداية، عظم الله أجركم ورحمة الله عليه. الله يرحمه ويعفي عنه، هذا قدر الله وقدره. نسأل، يعني تعرفنا أكثر بابنك سعيد، من هو، كم عمره، ماذا كان يعمل في حياته؟ عمره 17 سنة، الحمد لله رب العالمين. كان يهوى كرة القدم، كان يشاهد على التلفزيون في بداية اللقاء، بعدين يتعرف على ناس من أكاديمية بليه في نابلس، وتعرف عليهم وتدرب عندهم، والحمد لله كان لعبه ممتاز، أحلى من هيك لعب، الحمد لله رب العالمين. بعدين قبل شهر رمضان بأسبوعين روح من تركيا بكأس كرة القدم، وفازوا مرتين على فريق تركيا، ولعبوا بعدها نزلوا على الأردن نفس الفريق، والحمد لله فازوا نفس الطريق، بس الإمكانية كانت صعبة شوي، ولكن عملت لهم حفلة لجميع الفريق، يعني الحمد لله. هاي جنازته، هاي العرس اللي صار معاه اليوم، استشهاده، هذا قضاء الله وقدره، الحمد لله رب العالمين. يعني انتهى عمره، الواحد يرضى في قضاء الله وقدره. تعشينا احنا وياه، افطرنا احنا وياه افطور رمضان، حكى لي بدي اطلع، طلع هو، انا فكرته انه راح عند ابن خالته عامل بلاي ستيشن في منتصف القريه، قريه أودلا. فبعدها وانا هو طلع من البيت، وانا رحت على الشغل، لأني بشتغل في الليل، انا بشتغل في صيدليه. الحمد لله بعد ما وصولي من على الشغل عن الصيدلية بساعة، جاني خبر إنه أخذوا الجيش، اتصلت في أمه وقالت لي الجيش أخذ سعيد، فروحت مشي، والله ما أنا عارف كيف روحت هذيك الأيام، كيف وصلت البلد، فلقيت الناس مجموعين وجابوا لي، حتى ما كانش موجود سيارات، لأنه كان في حواجز على الطرق، على طريق أودلا عورته، وعلى طريق بيته، فجابوا لي الشباب وأصحابه، الشباب والجيران اللي عنده. الحمد لله إحنا محبوبين، ولا أنا وأولادي محبوبين من جميع البلد، من جميع الكرة، في حوارة، أنا أصلي من حوارة بس ساكن في أودلا الحمد لله. طيب، يعني سيد، يعني بعض التفاصيل اللي تتحدث عن استشهاد سعيد، تحكي لنا يعني ماذا وصلكم من أنباء، يعني كيف تم استهدافه وكيف استشهد تحديدا، خصوصا أنه الاحتلال أيضا يعني منع الإسعاف من الوصول إليه لفترة من الوقت. نعم صحيح، الاحتلال منع الوصول لإسعاف، أول شيء يعني الخبر اللي جاني أنه استشهد على طريق أودلا، على مثلث أودلا محل ما هم حاطين الجيش. ابن خالته كان معه، كان حاول ينقذوا ابن خالته، يعني يسحبوا يبعدوا عن الجيش، فلما شافوا الجيش بيسحب فيه، يعني بده يبعدوا عن منطقة اللي تصوب فيها، طخوا ابن خالته. وهو الآن طبعا الحال لا زال في المستشفى قيد العلاج. نعم، لأنه إصابته في الظهر، لأنه لما دوبح بده يطول وطخوا في ظهره من وراء. فبعد ما وصلت المستشفى، أحد الأساتذة، أنا بشتغل في سلك التربية والتعليمي في النهار، بعد وأنا في الطريق، يعني في أثناء الطريق، اتصل في أحد الأساتذة بقول لي ابنك
استشهد الله يرحمه. قلت له لا تصاوب، انا هسه مش مصدق لحد الان، مش مصدق انه ابني متصاوب، انه ابني استشهد. الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، واحنا بنآمن في القضاء الله وقدره، الحمد لله رب العالمين. هاي سنة الحياة، يعني في ناس تولد، في ناس بتموت، في ناس يعني احد اسبوع اللي فات اثنين اخوي ماتوا في هذا السير. الحمد لله رحمة الله عليه، ويعني ربنا يتقبل وعظم الله أجركم. عظيم، الله يبارك فيكم. وإحنا نشكركم على هذا اللقاء الصريح. الحمد لله صارت له جنازة كبيرة، يعني ما توقعتش إنه يصير جنازة كل البلدان اللي حوالينا. شكرا لك. طيب على كل المشاهدين، يعني ايضا الشهيد كان يهوى لاعب كرة القدم، وايضا كان لديه ربما طموح في هذا المجال. نتحدث ايضا مع احد من كان يشرف على تدريبه في كرة القدم او متابع له. طبعا بداية عرفنا عن اسم حضرتك. عهد عبد الرحيم من قرية أودلاء، إعلامي وصحفي، وكنت يعني متابع له في مجال كرة القدم. يعني كان سعيد دائم السؤال ودائم يعني المتابعة معي في مجال كرة القدم اللي هو حلمه، يعني حلم سعيد كرة القدم لدرجة مش طبيعية. هذا يعني مثل ما بنحكي، هذا مش فقط يعني مش فقط بس على الإعلام، ولكن فعلا سعيد حلمه كرة القدم. سعيد يعني أبوه ما ذكر سعيد إنه ترك شغل إله عشان سعيد يستمر في لعب كرة القدم. يعني من يومين بس، يعني كنت أنا من فترة طويلة مش شايف سعيد. سعيد كان يعني موجود بمركز شباب بلاطة مؤخرا، والتحق في صفوف الناشئين وفاز بمباراة بستة أهداف، وكان مبسوط جدا. ولأني أنا يعني متابع ويعني أحد المقربين جدا من الفريق ومتابع لمدربه، أجا سعيد وحكالي وكان مبسوط جدا. حكالي يعني غلبناهم ونحن لعبنا كل اللعب، وإن شاء الله بدنا نلعب ونوصل نهائي بطولة طوكيو. اللي بطلب إنه تكون اسمها بطولة الشهيد سعيد عودة. بطلب من الاتحاد الفلسطيني فعلا إن يكون اسمها بطولة الشهيد سعيد عودة. سعيد كان في تركيا وكان في الأردن، جاب الكأس، وأبوه ما قدر، يعني أبوه ما حكى إنه ما قدر إنه يعمل له حفلة لأنه مبسوط فيه. يعني زي ما بنحكي هو برتكز على ابنه وردة ابنه ووردة أهله ووردة البلد. من أيام بس، من يومين سعيد كان حديثه معي إنه راح ألعب إن شاء الله في المباريات القادمة بشكل أكبر وراح أثبت حالي. وفعلا هو لاعب، يعني أبوه ما بمدحه لأنه ابنه بكرة القدم، لا هو لاعب فعلا كبير، يعني لاعب في أندية كثير كانت يعني بتحكي معه بتتحدث معه إنه يكون لاعب بصفوفها. قتلوا حلمه، يعني هذا بدم بارد قتلوا حلم طفل. تخيل انت طفل بمقتبل العمر يعني يترك كل شيء عشان حلمه. اصحابه زي ما حكوا من شوي، احنا يعني اصحابه اللي ما نزلوا معه هم كانوا ندمانين انهم ما نزلوا معه، لانهم يعني حسوا بالذنب انه احنا لو كنا معه كان درنا بالنا عليه. حكوا بالحرف الواحد استنينا سعيد يرجع يحضر مباراة كانت في دوري ابطال اوروبا حتى، وفريقه المفضل كان يحضرها مثل ما حكى ابوه باحد المقاهي في منتصف القرية. سعيد يعني انتظروه الشباب، انتظروه اصحابه، ولكن يعني لما اجى الخبر انه هناك اصابه، هي مش لسعيد، هي لابن عمي اللي هو منذر عبد الرحيم، ما عرفوا انه سعيد. لما حكوا فعلا كلمات مؤثره انه سعيد استنينا يرجع يحضر المباراه ورجعنا شهيد. يعني هذا الشهيد لو كان من سويسرا، لو كان من اوروبا، هل الاتحاد الفلسطيني او الاتحاد عفوا الدولي لكره القدم الفيفا يعني راح يتجاهل اللي حدث؟ يعني تصفيه بدم بارد لاحد اللاعبين. احنا اليوم بنشوف اصابه لاحد اللاعبين، الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بيستنجب بيستنكر وبيشجب، ولكن يعني هو من فلسطين. يعني الان هو دور الاتحاد الفلسطيني لكره القدم مش بس بنعي الشهيد، ولكن بايصال هذه الفكره وايصال هذه الرساله، رساله الشهيد انه انا لاعب كره قدم، انا الان ساتحدث بصوت
سعيد، ويعني سأضع يعني أمام من يعرفون سعيد صوت سعيد وهو يقول: أنا لاعب كرة قدم، كنت أحلم أني أكون لاعب محترف، كنت أحلم أني أكون لاعب مشهور، انزلت لأشوف شو بصير أول البلد. للأسف الجيش كانوا مترصدين للأولاد وللشباب بين أشجار الزيتون، وتم تصفيته بدم بارد وسحبه أكثر من 30 متر، ويعني تخيل سحبه على الشارع يعني حتى مش حمله. وسعيد حسب التقارير الطبية حتى وحسب التصويرات التصوير الأشعة، أنا كنت موجود، سعيد يعني توفي واستشهد على أثر النزيف، يعني النزيف الذي لم يتوقف، ويعني هذا من أيضا الاحتلال منع الإسعاف من الوصول إليه لإنقاذه في الدقائق الأخيرة من حياته. على كل، شكرا جزيلا لحضرتك على ما تفضلت فيه. وإذا مشاهدينا الكرام، يعني اليوم سعيد سيغيب قصرا أيضا عن مائدة الإفطار مع عائلته بعد أن أفطر بالأمس الإفطار الأخير، وكذلك اليوم سعيد غاب عن مقاعد الدراسة في مدرسته وهو طالب مدرسة أيضا، وأيضا غاب عنه حلمه وطموحه في أن يصبح لاعبا يعني محترفا ربما في كرة القدم. هكذا هي جريمة الاحتلال المتمثلة اليوم في قرية أودلا مع عائلة الشهيد سعيد عودي هنا في قرية أودلا إلى الجنوب من نابلس. على كل، نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بأمان الله ورعايته.